مطربة الأوبرا أميرة سليم درست العزف على البيانو والباليه والرسم. بدأت التدريب الصوتي والموسيقى الإيطالية في إيطاليا مع السوبرانو غابرييلا ريفازاي في عام 93. اتخرجت من معهد الكونسرفاتوار في القاهرة عام 99، وحصلت على منحة دراسية من الحكومة الفرنسية للدراسة في مدرسة نورمال دي ميوزيك دو باري. قدمت أيضا العديد من العروض الأوبرالية مع أوبرا القاهرة والأوبرا الإيطالية والفرنسية والألمانية. تعالوا مع بعض نشوف لقاء كاميرا فلاش بمطربة الأوبرا ومغنية السوبرانو أميرة سليم، ونرجع ليكم مرة جديدة. الموكب ده كان فرصة ليا ان انا يعني اتواصل مع الناس بطريقة مباشرة، وان انا اعرفهم على فنانين الاوبرا اللي ممكن يكونوا شوية بعاد وبيعتبروا دايما النخبة، لكن انا كنت سعيدة جدا انه اخيرا الموسيقى الكلاسيكية او فن الاوبرا قرب شوية من الناس، والموكب كانت فرصة ان هم يشوفوا ان احنا قريبين مش بعاد قوي كده. ما بيحصلش كتير، ولكن هي خطوة كانت مهمة وأثبتت يعني للناس وللدولة وللعالم إن مصر قادرة على إنها تطلع مستويات عالية جدا وكفاءات عالية جدا في هذا المجال الموسيقي. هم مش مظلومين، هم شوية للأسف بس يعني محطوطين في كادر معين، والناس بتشوفهم محطوطين في الكادر ده بس، وبيعتبر فن الأوبرا للنخبة أكتر للأسف الشديد، لكن ده لازم يتغير، ولازم إحنا كمان كفنانين أوبرا ننزل من البرج العالي شوية عشان إحنا شوية قاعدين فوق. ما هو موكب المومياوات ده أثبت إن إحنا ممكن نوصل، وأثبت إن الشعب المصري عنده والجمهور المصري عنده ذوق وعنده قدرة إن هو يتذوق كل الفنون وبكل أنواعها، بس نحط السبوت لايت عليهم وندعمهم زي ما بتدعمونا دلوقتي فده دعم، وتحطونا شوية في المقدمة عشان نقدر إحنا نقدم حاجات ممكن نقرب منهم شوية. يعني مش لازم هي ستايل الأوبرا فيه ألوان كتير وفيه ستايلات كتير ممكن ننوع بيها بصوتنا، مش هي الأوبرا اللي بنشوفها دايما، وشوية شوية هنروح لهم ويقولنا. أنا بعد المومياوات صراحة يعني ما بطلتش أبحث في أناشيد وترانيم، والموضوع ده أصلا من قبل المومياوات، ده حلم ليا أن أنا أعمل أغاني باللغة المصرية القديمة، فده مش جديد، لكن يمكن الدعم ما لقيتش الدعم اللي أنا كنت متوقعه برضو، عشان الفنان ممكن يكون عنده الرغبة أنه يعمل حاجات كتير وأفكار كتير، لكن الحتة العملية مش دايما موجودة.